يعطيك العافية. اليوم خلينا نكمل شابتر 1 اللي حق هنا في آخر شيء، إنه عندي two types of stress، اللي عندي سيجما بتساوي P على A، واللي الشير عندي تاو كمان بتساوي عندي إياها P على A. في عندي نوت مهم كثير كمان حكيناها في المرة السابقة، إنه عندي الستريس سواء نورمال أو شير عندي بنحسبه من الانترنال فورسز. أوكي، هلا احنا اخذنا كم من مثال على النورمال ستريس، بس اليوم بدي اكمل على الشير ستريس اللي عندي سكشن 1.6 في الكتاب. هلا انا الشيرنج ستريسز اكثر شيء بنشوفها بالبولتس البراغي. اوكي، هلا مثلا عندك انه في تو بليتس، صفيحتين، الصفيحة هاي اللي فوق وعندي الصفيحة اللي عندي اياها تحت هون، بيناتهم في برغي. اذا بنشوفها في الكتاب، عندك هون في صفيحة، عندك بليت ثانية بيناتهم في برغي، عندك فوق على البليت 1 عندك فورس اف، وعندك على البليت 2 فورس ثاني اف برايم. اوكي، هلا لو بنرسم بري بودي دايجرام الى البولت، حيطلع عندي زي هون او نفس هاي، عندي انه فورس اللي عندي اياها من البليت 1 او من الفورس هاي، وعندي كمان فورس ثانيه هي عندي اياها انه اف برايم عندي اياها من البليت الثانيه هاي. اوكي، هلا لو بنعمل لي سكشن داخل البرغي هذا عندي اياها هون، اوكي، وبنرسم فيها فري بودي دايجرام، حيطلع عندي انه في فورس داخليه في البولت قيمتها بي. اوكي، هسه لو بناخذ سميشن الفورسز في الدايركشن انه اكس هذا، راح يطلع معي انها البي بتساوي اف. اوكي، الفورس اف اللي عندي هون. هلا احنا بنعرف انه الشير ستريس تاو عندي اياها بتساوي الانترنال فورس اللي بي عندي هون مقسوم على المساحة A عندي اياها الكروس سكشن اريا اوف البولت اللي عندي اياها A. فانا بنعرف كمان انها البي عندي اياها بتساوي اف، اذا تاو بتساوي عندي اياها الفورس اف مقسومة على المساحة A. اوكي، هلا الكيس هاي بنسميها سنجل شير. اوكي، هلا في عندي كيس ثانية اللي بنسميها دبل شير. اذا عندك تو بليتس فوق تحت البليت سي والبليت دي، وعندي كمان تو بليتس ثانيين A and B، هكلهم موصولين عندي في تو بولتس. هلا عندي هون في بولت 1 اللي بنسميه اتش جي، عندي البولت 2 اي جي. اوكي، اوكي، تمام. عندي في فورس تنشن اف، وعندي كمان فورس تنشن ثاني اف اي برايم. اوكي، هلا زي ما عندي اياها انا هون، بس هاي من الكتاب طالعه واضحه شوي. هلا لو بنرسم الفري بودي دايجرام اوف البولت 1 او البولت 2، نفس الشيء راح يطلع عندي. حيطلع عندك انه في فورس اللي سميناها هون انه اف عندي اياها هون. اوكي، عندي كمان تو رياكشن فورسز من البليت سي من البليت دي، عندي قيمتهم بي بي متساويين. ليش؟ اذا بتاخذ السميشن اللي مومنت ات اني بوينت، حيطلع معك بي بتساوي جي بي. لو بناخذ السميشن اللي فورسز هون بتساوي عندي اياها زيرو، حيطلع معي انها الفورس بي الرياكشن فورس بي عندي اياها بتساوي اف مقسومه على 2 او نص اف. اوكي، هلا لو بناخذ السكشن داخل البولت هذا، اما هون كي كي او هون ال ال، حيطلع معي ايش؟ لو بنرسم البارت هذا بس، حيطلع معي انه في فورس الابلايد فورس اللي عندي اياها هون، عندي كمان تو رياكشن فورسز اللي سميناهم بي بي من الفري بودي
الدايجرام اللي عندي يا هون راح يطلع معي كمان انها البي بتساوي اف على 2. اوكي، اذا بناخذ السميشن فورسز راح يطلع معي 2 بي بتساوي اف، منها بيطلع معي بي بتساوي اف. اوكي اوكي شباب، اذا البي بتساوي عندي اف على 2. هلا اذا بدك تحسب الشير ان ايتش بولت، ان ايتش بولت راح يكون عندي اياها الانترنال فورس اللي انا سميتها هون عندي اياها في، اللي بتساوي عندي اياها بي، اللي بتساوي عندي اياها اف على 2 مقسوم على المساحه، مساحه البولتس هاي. راح يطلع معي تاو بالنهايه انها بتساوي اف مقسوم على 2 اي. هلا الكيس هاي بنسميها دبل شير. ليش دبل؟ عشان عندي هون عندي في المقام عندي 2A، والكيس اللي اخذناه هون عندي اياه سنجل شير عشان عندي اياها 1A. اوكي، عندي 2 كيسز، سنجل شير اند دبل شير. سنجل شير فيها تاو بتساوي اف على 2، بس بالدبل شير التاو بتساوي عندي اياها اف مقسوم على 2A. اوكي، هلا في عندي كمان ابلكيشن ثاني للبولتس ونوع الستريسز اللي فيها. هلا لو بنفرض انه عندي انه كان في بليت فيها خبرغي، اوكي ديامتر الهول اللي كان فيها البرغي عندي اياها دي، اوكي عندي الفورس اف اللي عندي اياها ناتج من التنشن. خليني اوضح في الكتاب، عندي الفورس اللي سميناه هنا انه اف او بي نفس الشيء. اوكي وعندي الديامتر الهول اللي كان فيها البرغي عندي يا دي، وعندي ثيكنس البليت عندي يا تي. اوكي هلا الفورس بيها حتعمل لي نوع ستريس ثاني بنسميه بيرنج ستريس. اوكي هلا قيمه البيرنج ستريس هاي عندي اياها سيجما بي اللي هي عندي اياها الفورس بي مقسومه على المساحه اللي هي عندي اياها اسقاط البرغي بالهول هاي. هلا لو نشوفه هون راح يطلع عندي اياه واضح احسن. عندي اسقاط المساحه اللي عندي اياها هون حيكون عندي اياها دي تايمز تي، البيرنج اريا عندي اياها تي تايمز دي. اوكي منه راح يطلع معي السيجما بيرنج او البيرنج ستريس بي مقسوم على تي تايمز دي. اوكي شباب اوكي، وعندي كمان ابلكيشن اللي عندي اياه سكشن 1.11. اذا عندك بار زي هيك عندك في عليه فورس بي بي، وعندي سويت في تو كات عزاوية عندي اياها ثيتا، ثيتا من ال vertical line. هلا هاي عندي اياها ثيتا. اوكي لو بناخذ مثلا القسم هذا من ال body راح يطلع عندي اياها زي هيك بي بي، وال الزاوية هاي اللي عندي اياها هون بين البلين وال horizontal line عندي اياها 90 ماينس ثيتا. اوكي واذا بحلل الفورس بي هاي على السيرفس المايل هون راح يطلع عندي انه في فورس اسميه اف، والكومبوننت الثاني عندي اياها في. اوكي هسه الزاويه هاي بين الاف والبي عندي اياها ثيتا. ليش؟ هلا اذا متذكرين انه عندي كانت الزاويه بين الفيرتيكال والبلين هذا عندي اياها ثيتا. اوكي الزاويه بين الفيرتيكال والبلين هذا عندي اياها ثيتا، او المسافه بين الهوريزونتال لاين هذا والبلين اللي مايل عندي اياها هون كانت 90 ماينس ثيتا. اذا عندي هاي كمان 90 ماينس ثيتا بالتبادل. اوكي اوكي اذا هاي الزاويه هاي عندي اياها ثيتا. اوكي اوكي تمام. هسه الفورس اف حتعمل لك نورمال ستريس على السيرفيس اللي عندي هون، والفي فورس هي
راح تسوي لي شير ستريس على السيرفس المايل هذا. اوكي هسا في شغله ثانيه، انه لو سمينا المساحه هاي اي نوت ومساحه السيرفس المايل عندي اياها ثيتا. اوكي لو بنيجي زي هيك، هون عندي هاي اي نوت، هاي عندي اياها ثيتا، حكينا الزاويه هاي عندي اياها 90 ماينس ثيتا، اذا هاي عندي اياها ثيتا. اوكي اذا انه اي ثيتا عفوا اي نوت بتساوي عندي اياها اي ثيتا كوساين ثيتا. اوكي اوكي تمام. طيب خلينا نشوف النورمال ستريس هون سيجما راح تكون عندي اياها اللي فورس اف، النورمال اللي فورس اف هاي مقسومه على اي ثيتا مساحه السيرفس المايل هذا. اوكي هلا اللي فورس اف عندي اياها بتساوي مين؟ البي كوساين ثيتا، بي كوساين ثيتا، واي نوت زي ما حكينا قبل شوي عندي اياها بتساوي اي ثيتا كوساين ثيتا، او الاي ثيتا بتساوي عندي اياها اي نوت مقسومه على كوساين ثيتا. اوكي بعوض هون اف والاي ثيتا راح يطلع معي انها النورمال ستريس او سيجما عندي اياها بي على اي الكل تايمز الكوساين تربيع ثيتا. اوكي طيب حكينا كمان انه الفورس في الشيرنج فورس في عندي اياها راح تعمل شير ستريس اللي سميناه تاو، او تاو عندي اياها راح تكون الشير فورس في مقسومه على مساحه السيرفس المايل ثيتا. اوكي والفي عندي اياها راح تكون البي ساين ثيتا او كوساين 90 ماينس ثيتا، انا بدي اياها هون بدلاله ثيتا بس، فراح تكون عندي الفي بتساوي بي ماينس ثيتا، واحنا بنعرف من سابق هون اي ثيتا عندي اياها اي نوت مقسومه على كوساين ثيتا، بعوض الفي والاي ثيتا راح يطلع معك انها تاو بتساوي بي على اي ساين ثيتا كوساين ثيتا. اوكي شباب مهم كثير انك تكون فاهم تحليل الفورس بي لا انه نورمال فورس اف ولا شير فورس بي، وتحليل الاي نوت مع الاي ثيتا. اوكي مره ثانيه اي نوت وهاي عفوا اي ثيتا وهاي اي نوت، الاي نوت بتساوي عندي اياها اي ثيتا كوساين ثيتا، اذا اي ثيتا بتساوي اي مقسومه على كوساين ثيتا. اوكي تمام. طيب ظل عندي شيء اخير بشابتر 1 السكشن 1.13 اللي عندي اياها بنحكي فيها عن الفاكتور اوف سيفتي ان. لو نشوف في الكتاب الفاكتور اوف سيفتي ان، او الكتاب اسمه لك اياه هون فاكتور اوف سيفتي اف اس، عندك اياه بيسوي الالتيميت ستريس مقسوم على الهوابل ستريس. هلا الالتيميت ستريس هاي بدي خليها الشابتر 2 بنحكي عنها بتفصيل احسن من هيك ان شاء الله، بس بدي منك تعرف انه الفاكتور اوف سيفتي اف اس او الان بيساوي عندي اياه الالتيميت ستريس مقسوم على الهوابل ستريس. ليش بدي فاكتور اوف سيفتي؟ هلا احنا كثير لما بنحسب السيجما بتكون عندي اياه فورس مقسومه على مساحه، هلا انه غالبا مساحه البادي او البارت بتكونش ثابته على طول البارت، مرات انه في شوائب في هولز في فراغات جوا الماتيريال، او بتكونش انها ماتيريال بيور 100%، عشان هيك المساحه اللي احنا بنفترضها بتكونش دائما ثابتة، عشان مرة ثانية انه في بالماتيريال اللي عندك شوائب بفراغات بورس ميديا شيء مثل هيك، عشان هيك انه لما بنحسب السيجما بدنا نحسبها بحيث نكون في السيف سايد، او انه بنضرب السيجما هاي بفاكتور اوف سيفتي عندي 2 الى 3 حسب الابليكيشن تبعك. اوكي مره ثانيه السكشن هذا بدي اياك تقراه لحالك 1.30. اوكي تقرا منه اي
B and C. D مش مطلوبة A منكم. أوكي؟ بدي منك تقرأ بس 1.13 A, B and C. أوكي فقط. هلا في شغلة ثانية في chapter 1 اللي عندي إياها section 1.812 هاي بخليها بنشرحها في chapter 7. أوكي؟ هلا ما رح أحكي عنها هون، بخليها إلى chapter 7 بخلصها كلها إن شاء الله. أوكي هلا إحنا هيك بنكون خلصنا chapter 1. عندك في كم من مثال، أنا غالبا بحلش أمثلة على chapter 1 عشان إنه كلها review للtext، وبعديها تعويض سيجما بتساوي عندي إياها الفورس مقسومة على المساحة. اوكي المره الثانيه عندك في الكتاب في كم من مثال محلولين. اوكي هذول بخليهم كنتوا ما راح اخوض فيهم عشان هم ان كلهم بيزد على الستاتكس، بدي اياك تراجعهم لحالك. بعدين سيجما انت بتصير عندك اياها بي مقسومه على. اوكي بس احنا هيك بنكون خلصنا chapter 1. يعطيكم العافية.